إنه لا يعلنه حتى الآن. طيب سيد جان، فقط نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر الحدث تشير إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بسقوط مسيرة داخل معسكر للجيش شمالي عكا. إذن بحسب ما وردنا من مصادر للحدث، إصابة 4 جنود إسرائيليين بسقوط مسيرة داخل معسكر للجيش شمالي عكا. سيد جان، بشكل سريع، ميقاتي أكد خلال حديثه لهوكشتاين على أهمية إيقاف الحرب، لكن كانت هناك تصريحات يوم الاثنين لنتنياهو أكد فيها أن الحرب ستتواصل، العمليات العسكرية بشكل أدق ستتواصل على حزب الله حتى في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ أنا أحترم ما يقوله الرئيس ميقاتي، لكن ما يقوله الرئيس ميقاتي هو مجرد أمنيات. لنتذكر ونقارن ما جرى بين إسرائيل وغزة. وزير الخارجية الأمريكي زار المنطقة 9 مرات ولم يستطع التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في كل مرة كان يأتي كان يقال اضطرب اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاتفاق كان ينهار. هذه زيارة هوكشتاين إلى بيروت، الرئيس نجيب ميقاتي للأسف أقول يطرح أمنيات. القرار ليس اليوم في السرايا الحكومية، القرار لدى رئيس مجلس النواب. ما وراء رئيس مجلس النواب هو حزب الله، ما وراء حزب الله هو إيران. الكلمة الفصل في إيران وليست في لبنان. طيب، شكرا جزيلا من بيروت الكاتب السياسي جان الفغالي. شكرا مشاهدينا، ونشير ونتابع هذه المشاهد التي وردتنا للمسيرة التي سقطت داخل معسكر للجيش الشمالي عكا والتي أدت إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين بحسب مصادر للحدث. زغاخ